أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، هذه نشرة مفصلة لآخر وأهم الأنباء من الميادين وإليكم ما فيها. الخارجية الأمريكية تؤكد وجود إرادة لدى واشنطن والرياض للعمل باتجاه حل للأزمة الخليجية، وأوغلو إلى الدوحة لبحث النزاع. الجيش اليمني يعلن استهداف بارجة للتحالف السعودي بسلاح نوعي قبالة سواحل المخا. مو طريق واحد، 100 طريق تؤدي إلى الحدود و100 طريق من الحدود إلى الشام وإلى النائب العراقي مشعان الجبوري للميادين، الحشد الشعبي أمن طريق طهران دمشق ومقاومة الأمريكيين ستعود. كرام وسنافير تذهب إلى إسرائيل عبر وسيط سعودي. احتجاجات في القاهرة رفضا لموافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان على اتفاقية تيران وصنافير. أهلا بكم. أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير استعداد بلاده لتقديم المساعدات الإغاثية إلى قطر في حال الضرورة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة. وأشار الجبير بعد لقائه نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في واشنطن، أشار إلى أن مقاطعة قطر ليست حصارا بل هي حق سيادي تمارسه السعودية. ليس هناك حصار على قطر، الموانئ والمطارات القطرية مفتوحة. ما فعلناه هو أننا حرمنا الخطوط الجوية القطرية من استخدام مجالنا الجوي، وهذا حقنا السيادي. بإمكان قطر نقل البضائع إلى الداخل والخارج متى رغبوا في ذلك، لكنهم لا يستطيعون استخدام مياهنا الإقليمية. نحن على استعداد لتزويد قطر بالمواد الغذائية والطبية إذا ما احتاجت إلى ذلك من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة. المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أكدت وجود إرادة لدى واشنطن والرياض لوقف التصعيد تجاه الدوحة والعمل باتجاه حل للأزمة الخليجية. وزير الخارجية ريكس تيلرسون التقى بنظيره السعودي عادل الجبير، وقد أكد الوزير تيلرسون ضرورة عدم تصعيد الوضع في الخليج، كما أكد الطرفان الحاجة إلى حوار بناء بهدف حل الخلاف بأسرع وقت ممكن. كما اتفق الجانبان على وجود إرادة حول عدم تصعيد الوضع والعمل باتجاه حل دائم والحاجة إلى التركيز على المحاربة الدولية للإرهاب. أكد سفير دولة الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة أنه لا يوجد جانب عسكري للخطوات التي اتخذتها دول عربية ضد قطر التي تتهمها تلك الدول بدعم الإرهاب. العتيبة أكد أن الخطوات التي تم اتخاذها ضد قطر لن تؤثر بأي حال من الأحوال على قاعدة العديد أو أي عمليات تدعم القاعدة أو تتعلق بها، مؤكدا أن مطالب محددة ستسلم لقطر عبر أمريكا قريبا. ومن برلين أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الإجراءات التي اتخذت ضد قطر حصلت بسبب الخطر الذي تمثله الدوحة على حد تعبيره. شكري الذي يزور ألمانيا مع الرئيس المصري كشف أن دولا أخرى قد تخضع لإجراءات مماثلة إذا تطلب الأمر ذلك. وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو وقبيل زيارة يقوم بها إلى الدوحة اليوم أكد ضرورة معرفة آراء ومقترحات السعودية بخصوص النزاع مع قطر. سأقوم بزيارة قطر وسنتبادل وجهات النظر ونعلمهم بالاجتماعات التي عقدناها، وفي الوقت نفسه من الجيد أن نسمع مقترحات المملكة العربية السعودية ونناقش كيفية المساعدة، وأعتقد أنه سيكون من الجيد عقد هذه المحادثات. في العراق أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض حكومة بلاده للحصار الذي تفرضه بعض الدول الخليجية على قطر. وفي المؤتمر الصحفي الأسبوعي أكد العبادي أن العراق يرى ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار لحل الأزمة الخليجية. إحنا بصراحة مو جزء من هذه المشكلة، إحنا جزء من المشكلة إذا كان متعلقة بالإرهاب، ولهذا طلبنا من الجانب السعودي أي أدلة على مسألة دعم الإرهاب، وأيضا طلبنا من الجانب القطري أي كلام حول ما يطرح في الإعلام في هذا الإطار. بس ألخص الموقف، أكو موقف ما له علاقة بالصراع وهو الحصار. مبدئيا إحنا ضد أي حصار، مبدئيا العراق تعرض إلى حصار دامر ظالم ومدمر، وشفنا أثره. غالبا الأنظمة ما تتضرر من الحصار، الأنظمة مسؤولية الأنظمة يبقون يعيشون مدري ملوك.
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم الثاني قال إن الأزمة الأخيرة مع بعض دول الخليج صدعت مجلس التعاون الخليجي. حمد وفي حوار مع برنامج تشارلي روز على قناة بي بي أس الأمريكية لفت إلى أن الأمريكيين طلبوا من قطر الحديث مع حماس لإقناعهم بالمشاركة في الانتخابات الأولى. هذه الأزمة صدعت مجلس التعاون الخليجي ولا أعرف حقا كيف يمكن رتق هذا الصدع. الأمريكيون طلبوا إلينا الحديث مع حماس لإقناعهم بالمشاركة في الانتخابات الأولى. الأشخاص الذين لدينا من طالبان هم في الدوحة بطلب من الولايات المتحدة. حمد بن جاسم الثاني قال إن إيران تهز استقرار المنطقة بتدخلاتها في اليمن وسوريا ولبنان، وأكد أن علاقة قطر مع إيران طبيعية. إيران تهز استقرار المنطقة بتدخلاتها في اليمن وسوريا ولبنان، وأنا أقول إنه إذا ما أردنا أن نجابهها، وهنا لا أقصد عسكريا بل بالعقل، يجب أن نكون أذكياء، ونحن في مجلس التعاون لا استراتيجية واضحة لدينا لمواجهة إيران. اتهامنا بدعم إيران مسحة كبيرة. إن كنا حقا ندعم إيران ما كنا لنتحارب معها في سوريا. علاقتنا مع إيران طبيعية، لكننا لسنا في أعلى ترتيب الدولة صاحبة العلاقة الجيدة بها. وزير الخارجية القطري السابق أكد أن جميع الأطراف ارتكبت أخطاء في سوريا، ولفت إلى أن الولايات المتحدة قدمت دعما لجماعات خاطئة في سوريا. في سوريا جميعنا ارتكبنا أخطاء. نحن كدول خليج والولايات المتحدة كلنا كنا نعمل عبر غرفتي عمليات، واحدة في الأردن والأخرى في تركيا، وكلنا كنا ندعم ذات المجموعات، ومع الوقت اكتشفنا أن بعض الجماعات تحمل أجندات مختلفة، وكنا نعزلها، وكنا عندما نحصل على معلومات نتراجع. أنتم الولايات المتحدة كنتم تقدمون الدعم لجماعات خاطئة وثم توقفتم. لا يعني هذا أننا لم نخطئ، لأننا نعلم أنهم عندما ينتهون من سوريا سيأتون إلينا. وصف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون العلاقات مع روسيا بأنها الأسوأ. موقف تيلرسون جاء في جلسة استماع أمام الكونغرس تناولت ملفات عدة أبرزها الأزمة الخليجية. لدينا الكثير من القضايا الصعبة مع الروس، وكما قلت سابقا فعلاقتنا الآن أسوأ من أي وقت مضى، كما أنها تتدهور أكثر، وهدفنا هو تثبيت الوضع، ونحن نبحث إمكانية إيجاد أسس لأرضية مشتركة مع الحكومة الروسية حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك. وهناك جهود في هذا الإطار ولا سيما في سوريا، وهي تتخذ منحا إيجابيا، ولكن من المبكر القول إذا كانت هذه الجهود ستثمر. كما كانت الأزمة الخليجية حاضرة في المواقف الأمريكية المتباينة، حضرت قطر في جلسات الاستماع للقادة العسكريين أمام الكونغرس، فرئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد خالف وزير الخارجية تيلرسون في تحذيره من أن حصار الدوحة يعيق العمليات العسكرية في المنطقة، بطمأنته لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بأن الأزمة الخليجية لا تؤثر على سير العمليات العسكرية لبلاده في المنطقة. الحصار على قطر لا يؤثر على سير عملياتنا العسكرية، ونراقب التطورات المتسارعة عن كثب، ونستطيع القول إن لدينا علاقات تعاون متينة مع الأطراف كافة، وهذا ما يسمح بتسهيل تحركاتنا من قواعدنا في قطر وإليها. إلا أن المشهد في أفغانستان يبدو مغايرا لثقة المؤسسة العسكرية بقدرتها على تطويع طالبان، فوزير الدفاع الأمريكي ماتس يعترف بغياب النصر هناك. هو لم يقف عند هذا الحد، بل كشف عن زيادة قوة طالبان في الآونة الأخيرة. أصارحكم بأننا لا نربح الحرب في أفغانستان، لكننا سنعمل ما في وسعنا لإدخال تعديلات مطلوبة في أقرب وقت ممكن. أوضاع اليمن وإن غابت عن التداول العسكري، إلا أنها فرضت نفسها على شهادة وزير الخارجية تيلرسون في الكونغرس، والذي كشف عن أن إيصال مساعدات غذائية وطبية عبر ميناء الحديدة تعترضه عقبات لوجستية بسبب سيطرة الحوثيين عليه. أما العلاقة مع روسيا فهي في أدنى مستوياتها يقول تيلرسون، إلا أن إدارة ترامب ترغب في التحلي بالمرونة وعدم اتخاذ خطوة قد تتسبب بإغلاق قنوات الاتصال مع موسكو، في ظل تقدم الجهود الرامية للتعاون مع روسيا حول الأزمة السورية بطريقة إيجابية بحسب وزير الخارجية.
جلسات الاستماع كانت مخصصة لمناقشة الميزانية العامة لوزارتي الخارجية والدفاع، إلا أن الأزمات الملتهبة في المنطقة أخذت حيزاً لجهة تكرار المواقف الأمريكية السابقة والتي تعكس حالة فوضى في الإدارة. محمد كريم، واشنطن، الميادين. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على رفض تشريع يعرقل بنودا في الصفقة الجديدة لبيع أسلحة إلى السعودية تم الاتفاق عليها خلال زيارة ترامب إلى الرياض. التصويت جاء غداة إخطار إدارة ترامب الكونغرس بأنها تخطط للبدء بتسليم ذخائر دقيقة التوجيه إلى السعودية بموجب اتفاق لبيع أسلحة يعود إلى عام 2015، وكانت إدارة باراك أوباما قد علقت مبيعات هذه الذخائر بسبب مخاوف من سقوط ضحايا مدنيين في اليمن. استهدفت القوات البحرية اليمنية بسلاح نوعي سفينة حربية للتحالف السعودي كانت تقوم بأعمال عدائية داخل المياه الإقليمية اليمنية قبلة سواحل المخا، بحسب بيان صادر عن الجيش اليمني واللجان. ومن العاصمة اليمنية ينضم إلينا مدير مكتب الميادين أحمد عبد الرحمن. أحمد، صباح الخير، وما هي آخر معلومات لديك حول استهداف القوات البحرية اليمنية سفينة حربية للتحالف السعودي قبلة سواحل المخا؟ صباح الخير. المعطيات الأولية تشير إلى أن السفينة الحربية استهدفت بصاروخ نوعي متطور لم يكشف عنه بعد، ويتوقع أن تصدر القوات البحرية اليمنية بيانا تكشف من خلاله عن نوعية هذا الصاروخ المستخدم في قصف السفينة الحربية. الصاروخ طبعا أصاب هدفه بدقة، والسفينة الحربية التابعة للتحالف السعودي هي على الأرجح إماراتية بحسب ما لدينا من معطيات أولية أيضا، وقصفت بعد محاولتها الاقتراب من سواحل مدينة المخا جنوب غرب تعز. أيضا المعلومة الرسمية طبعا تحدثت عن قيام هذه السفينة بأعمال عدائية قبالة السواحل المخا، طبعا دون أن تكشف عن طبيعة هذه الأعمال العدائية، لكن بحسب مصادر عسكرية قالت أن السفينة كانت تحاول الاقتراب والدخول في المياه الإقليمية اليمنية، وجرى استهداف السفينة بعد رفض ومتابعة دقيقة من قبل القوات البحرية اليمنية. طبعا هذه السفينة المستهدفة العاشرة للتحالف السعودي، نجح الجيش أو القوات البحرية اليمنية في استهدافها في البحر الأحمر والعربي خلال الأشهر الماضية. وهنا لابد من التذكير إلى البيانات السابقة التي صدرت من القوات البحرية اليمنية، وتحدثت عن ضرورة التنسيق من قبل أي سفينة تحاول الدخول في المياه اليمنية، وأنها ستكون عرضة للاستهداف إذا لم يتم الاستهداف وإذا لم يتم التنسيق مع القوات البحرية اليمنية. شكرا لك مدير مكتب الميادين في اليمن أحمد عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. هذه النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. حريق كبير في برج سكني بلندن. من جديد أهلا بكم. قالت مصادر مطلعة أن الجيش السوري وحلفائه حرروا حقل أراك النفطي شمال شرقي مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، وبذلك أصبحت أنظار الجيش السوري تتجه نحو مدينة السخنة آخر معاقل داعش في ريف حمص. يأتي ذلك فيما يوسع الجيش السوري سيطرته على البادية. في الرقة استعاد داعش معظم الأحياء التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية، فيما تراجعت الأخيرة إلى منطقة السور الأثري شرق المدينة على أطراف حي الصناعة. في المقابل استعاد الجيش السوري السيطرة على 8 قرى جديدة في ريف الرقة الغربي ووصل إلى طريق أثري الرقة. الإعلام الحربي وزع مشاهد للمعارك التي يخوضها الجيش وحلفاؤه عند الحدود الإدارية للرقة.
أكد النائب في البرلمان العراقي مشعان الجبوري أن الوقائع الميدانية تبدلت منذ وصول قوات الحشد الشعبي إلى الحدود العراقية السورية، وأضاف في برنامج حوار الساعة على شاشة الميادين إن الحشد فتح الطريق بين طهران ودمشق عبر العراق وبشكل آمن. اليوم الحشد فتح كل دور لا يستطيع أحد غلقه. يعني أنت الآن تتكلم عما حققه الحشد، نقطة تحول تاريخية في موضوع الجغرافيا السياسية. هذا الكوريدور يبدأ اليوم من إيران، يمر في ديالى ويأتي من قرب تكريت ويطلع من الحضر يصل إلى سوريا. واليوم القوات الحشد وصلت الحدود السورية، وهي من تقيم الساتر على طول الحدود الممتدة من البوكمال إلى الحدود مع إقليم كردستان. هذا حقق شيء مهم. طبعا للأسف قبل 3 أيام قوات الأمريكية ضربت الحشد ضربات، خلينا نسميها انذار تحذير، داخل الأراضي العراقية على الحدود بين العراق وسوريا. عندما طبعا ادعاء القوات الأمريكية والطيران الأمريكي أنه الحشد اندفع في الأرض السورية. هذه المرحلة ما بعدها غير ما قبلها على الوضع العسكري والأمني والسياسي في سوريا. مو طريق واحد، 100 طريق تؤدي إلى الحدود، و100 طريق من الحدود إلى الشام وإلى أين نريد أن نصل. الجبوري أشار إلى أنه إذا شعر السوريون والعراقيون أن الوجود الأمريكي سلبي في المنطقة فسيعودون إلى المقاومة، مؤكدا أن الأمريكيين يعرفون جيدا أن وجودهم خارج الإرادة الشعبية والسياسية في العراق وسوريا يعني أن بقاءهم لن يطول. عندما نريد أن نتحدث على مواجهة هذه القواعد الأمريكية، هذه لا تتم مواجهتها بقوات منظمة أصبحت مثل الحشد الشعبي، لأنه ستكون سهل الانتقام منها. أنا أعتقد إذا شعرنا أن القوات الأمريكية في الأراضي العراقية والسورية الأحرار في هذين البلدين سيعودون مجددا إلى نهج المقاومة وأساليب المقاومة في مواجهة هؤلاء. ومن الصعب أن تكون هذه يعني مهمة الحشد الشعبي، لأنه قوات منظمة الانتقام منها سيكون سهل، ولكن سيرى الأمريكان شيء آخر جديد، هو ذات الشيء الذي جعل بريمر يخرج هاربا دون أن يودعه واحد في مطار. سيد مشعان، هذا سيقرر في حينه أم يتم الاستعداد له من الآن؟ خليني أقول المزاج العام، خليني أقول إحنا ليس من مصلحتنا أن نستعدي، ليس من مصلحتنا اليوم أن يعني أن يضخم أو يحذر الآخرين مما نقول، ولكن أنا أعتقد أن الأمريكان يعرفون جيدا أن وجودهم كقوات احتلال خارج إرادة الدولة السورية أو خارج إرادة الدولة العراقية سيرون مزاج شعبي وجمهور وناس لن تسمح لهم أن يناموا مرتاحين، كما كان يجري بال 2006 و7 و8 و9 و10 في العراق. أفاد مراسل ميادين بأن السلطات المصرية أفرجت عن صحفيين اعتقلتهم خلال تنظيمهم احتجاجا ضد اتفاقية تيران وصنافير مع السعودية، وقد اعتصم 10 صحفيين في نقابتهم رفضا لموافقة اللجنة التشريعية في البرلمان على الاتفاقية، وكان 10 محامين قد تظاهروا أمام مقر النقابة في القاهرة مؤكدين مصرية الجزيرتين. اتفاقية عاد وتفريط، تيران وسنافير تذهب إلى إسرائيل عبر وسيط سعودي، لا تذهب إلى السعودية، تذهب إلى إسرائيل عبر وسيط سعودي بقرار أجنبي. اتفقت القوى السياسية اللبنانية على مسودة قانون جديد للانتخابات النيابية تعتمد النظام النسبي على أساس 15 دائرة انتخابية، وتنص مسودة الاتفاق على أن تعتمد عملية فرز النتائج على دمج اللوائح وترتيب المرشحين في كل دائرة على أساس الصوت التفضيلي في القضاء، كما اتفقت الأطراف على أن تخصص في الانتخابات المقبلة 6 مقاعد للمغتربين من أصل 128 مقعدا في البرلمان. وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل من جهته قال إن موعد الانتخابات ترك للاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، مطالبا بإجرائها بأسرع وقت ممكن. الشيء اللي ما توفقنا أن نقدر نعمله
هو موضوع حق العسكريين بالتصويت، موضوع المرأة، وموضوع سن الاقتراع. طبعا هيدا الشيء مترافق مع إطار سياسي ما له علاقة بالقانون، إنما له علاقة بشخص رئيس الجمهورية يلي الكل مسلمين بدوره بأنه يدعي الأطراف السياسية المعنية إلى لقاء لتحديد سمات المرحلة السياسية المقبلة. اندلع حريق ضخم في منطقة لانكاستر غربية لندن، ما دعا إلى استدعاء أكثر من 200 إطفائي و40 سيارة إطفاء. وتحدثت وكالات الأنباء عن جرحى في الحريق الذي نشب في برج غرينفيل المؤلف من 24 طابقا، وأظهرت الصور أن النيران امتدت إلى كامل المبنى. في محاولة لتجريم المقاومة الفلسطينية ووصم الأسرى الفلسطينيين بالإرهاب، تسعى إسرائيل إلى اقتطاع رواتب عائلات الشهداء والأسرى من مخصصات السلطة الفلسطينية، وهو ما اعتبر فلسطينيا سرقة وقرصنة لحقوقهم. نسرين سلمي. في مخيم الأمعل القريب من رام الله تعيش عائلة براش، أم وأب دفعا لفلسطين مهرا غاليا. صابر الابن الأصغر استشهد في العام 2000 على يد جنود الاحتلال، وما يزيد على 15 عاما من سنوات عمري ابنيهما رمزي ومحمد صادرها الاعتقال ولا يزال، فهما محكومين بالمؤبد لثلاث مرات، كما أن محمد فقد نظره ويده أثناء مقاومته للاحتلال. واليوم تسعى إسرائيل لمصادرة حق العائلة في راتب يكفل لها الحياة الكريمة من خلال تبديل قانون مصادرة رواتب الأسرى والشهداء. بطالب أنا بالسلطات الفلسطينية، بطالب بالمؤسسات، بطالب بالحكومات كلها إن تقف معنا ضد هذا القرار الظالم، لأنه هذا القرار إذا مشى بدمر أهالي الأسرى وبدمر أهالي الشهداء كلهيتهم. ابني قبل الاعتقال كان يصرف علي، بعد الاعتقال فهو الراتب اللي بيجي وحتى ما بيكفي كمان الراتب اللي بيجي لأبنائي، لأن بدخل لابني كانتينة وبدخل له أغراض أواعي وأشياء كتير بدخلها، بتنط المصاري مع مصيف النار، بتنط المصاري اللي إحنا بنصرفها على الأسرى اللي بعتونا إياهم. هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكدت أن القانون الإسرائيلي هو قرصنة وسرقة للأموال الفلسطينية، وأنه لن يثني الفلسطينيين عن حقهم في المقاومة، مؤكدة أن السلطة ستواصل دفع رواتب الأسرى والشهداء. نحن نقدم ما نقدمه للأسرى والأسرى المحررين وفق التشريعات والقوانين الفلسطينية التي كان معمول بها منذ نهاية الستينات في القرن الماضي، وهذا حق وواجب علينا أن نقدمه لهؤلاء أسرى الحرية. القانون الإسرائيلي الذي مر بالقراءة التمهيدية تسعى إسرائيل من خلاله إلى اقتطاع ما تدفعه السلطة الوطنية لعوائل الشهداء والأسرى من مخصصات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة، وتشكل 70% من موازنتها. مشروع القانون الإسرائيلي يهدف إلى تجريم المقاومة الفلسطينية ووصم الفلسطينيين وأسراهم بالإرهاب في محاولة لتصفية قضيتهم الوطنية. نسر سلمي من مخيم الأمعر للاجئين الميادين. والآن إلى أبرز ما عنونت بعض الصحف العربية الصادرة لهذا الصباح مع الزميلة فاطمة قاسم. صباح الخير فاطمة. صباح الخير مايا. تفضلي. شكرا لك. أهلا بكم إلى هذه الجولة على بعض عناوين الصحف العربية، سنبدأها مع صحيفة القدس الفلسطينية. وزير الخارجية الأمريكي أمام الكونغرس: السلطة الفلسطينية ستتوقف عن دعم عائلات الشهداء والأسرى. مجلس الوزراء يدعو حماس إلى التراجع عن الانقسام. توصية بتشكيل خلية أزمة، دول أوروبية تحاول حل أزمة كهرباء غزة ونتنياهو يعتبرها موضوعا فلسطينيا داخليا. وعنونت صحيفة الدستور الأردنية:
معارك عنيفة على أبواب المدينة القديمة في الرقة، لأول مرة منذ سنوات الشاحنات تعبر الحدود السورية العراقية. 7000 بؤرة استيطانية بالضفة منذ بداية 2017، إسرائيل تصدر السلاح لدول مشمولة بحظر دولي. الدوحة، الاتهامات ضدنا متناقضة، السعودية قطر ليست تحت الحصار. وننتقل إلى أبرز ما عنونته صحيفة الشرق الأوسط السعودية. الملك سلمان تلقى اتصالا من بوتين ومشاورات هاتفية بين أردوغان وماكرون وتميم. واشنطن تطالب الدوحة بأرضية للحل. توجه لتسليح القوات الدولية في الجولان. رئيس المخابرات الفلسطينية يهاجم تدخلات حماس في الأزمات العربية. وننتقل إلى أبرز عناوين الاتحاد الإماراتية. الإمارات، إجراءاتنا لتصويب مسار قطر، قلقون من إصرار قطر على التمويل الممنهج للجماعات الإرهابية. السعودية، المقاطعة حقنا السيادي وليست حصارا والحل بيد الدوحة. أما ما عنونته الراية القطرية، لا يا جبير ما هكذا تستفز الأشقاء. المفتي أقحم الدين في السياسة واستخدم الإفتاء في تحليل قطع العلاقات مع قطر، هيئة كبار المنافقين. السديس استخدم منبر الحرم بوصف قطع العلاقات مع قطر بالسديدة. أيضا في الراية القطرية، أردوغان، حصار قطر لا إنساني ومخالف للإسلام. وزير خارجية تركيا يزور الدوحة اليوم. ننتقل إلى صحيفة البناء اللبنانية. تفاهم روسي أمريكي على تطبيع الوضع العسكري ومنع التصادم في سوريا. لبنان يدخل عهدا نسبيا بقانون 15 دائرة والصوت التفضيلي للقضاء، لا للفراغ ولا للتمديد ولا للستين. الحكومة اليوم والمجلس النيابي الجمعة. أيضا في البناء، الجيش المصري يدمر نفقا على الحدود مع غزة. ونختم مع أبرز عناوين الصباح الجديد العراقية. العبادي يعلن عن قرب رفع راية النصر في الموصل بعد انتهاء حلم داعش بالتمدد. قصف عنيف يستهدف مواقع داعش في حوض لمطيبيجة. وفاة طفل واعتقال 7 لتسمم المئات من النازحين بوجبة إفطار. بهذا العنوان نأتي لختام هذه الجولة وعودة إلى مايا. شكرا لك فاطمة. ومن عناوين الصحف إلى عناوين هذه النشرة. الخارجية الأمريكية تؤكد وجود إرادة لدى واشنطن والرياض للعمل باتجاه حل للأزمة الخليجية. وأوغلو إلى الدوحة لبحث النزاع. الجيش اليمني يعلن استهداف بارجة للتحالف السعودي بسلاح نوعي قبالة سواحل المخا. مو طريق واحد، 100 طريق تؤدي إلى الحدود و100 طريق من الحدود إلى الشام وإلى إيران. النائب العراقي مشعان الجبوري للميادين، الحشد الشعبي أمن طريق طهران دمشق ومقاومة الأمريكيين ستعود. إيران وسنافير تذهب إلى إسرائيل عبر وسيط سعودي. احتجاجات في القاهرة رفضا لموافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان على اتفاقية تيران وصنافير. للمزيد من الأخبار زوروا موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، ولمتابعينا باللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. هذه النشرة انتهت، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.